صباح النور، اهلا. شوفي، كما قلتي الموضوع هايل. انا عندي وليدي في عمره 8 سنين، خلى 8 سنين. حاشاك ما يديش تبول. كان في عمره عام وست شهور حبس تبول، ومن بعد كي زاد بنتي ولا لي يبول. كنت عندي طفله عادي يبول، ضربت 3 شهور ولا شحال بعدها حبس، ما فهمتش وعلاها السبب. البول اكرمك الله في الليل ولا في النهار؟ في الليل برك كي يكون راقد. كي يكون راقد بصح، وحاشاك هو يعملها، هو تعلم الدرس. سمينار. ومن بعد صبي دخلت كيف كان وليدي نهار كان في عمره عام وست شهور ما يديرهاش تحتو حاجاك. الله يعزك. ومن بعد صافي كي جات بنتي عاد يقول كي هكذاك هكذا، ضربها لي واحد 3 شهور 4 شهور. ومن بعد حبس. وكاين تاع المدرسة هذيك حبيت الأساتذة، صح أنا وليدي صارت له غير من عنده 21 يوم هكذا. إيه؟ ما خلاتوش حاشاك يروح التواليت. الله يعزك. ما خلاتوش وابري درها تحتو، ولا اللي يبكي عاد ما يحبليش يروح اللي يفور يعيروه دراري. للأسف. إيه. مشكل كبير هذا. أبتا بابا راح اللي يفور هدر معاها وهكذا، قالت له ماشي غير هو بزاف تلاني، قال لها هذا حقه. صح. أكيد. إيه. صافي ولا غسالو مشكل، عاد يبكي عاد دراري يعيروه. كره المدرسة. مع الوقت باش فهمت وانت راجل وانت هكذا ماشي بالعاني. للأسف. ذنبك تاع المعلمة. صافي هذا هو. وكاينة فهمت، حبيت كاينة واحدة من فامي كبيرة 20 سنة. من غالب عليها بلا نكمل. مسكينة ما عدريش وعليها السبب. مازالت للآن. مين ذاك؟ إيه. مسكينة والله غير، حبيت نفهم السبب وعلى يعني راحت طبيبة. إيه نعم الآن. صافي والله غير مسكينة غاضتني وهي راهي يعني. شكرا لك. شكرا لك سيدتي. انها في العائله، في العائله عندهم، سألك برك سؤال. في العائله تاعهم عندهم اللي بطلوا في العائله كاين يطولوا. عندكم تاريخ مع التبول لا ارادي ولا لا؟ ما عندناش، انا ولادي عندي 3 يلحقوا عام وست شهور يحبسوا البول. وفي العائله نتاعك؟ ما كاش كاع عمومهم عماتهم عمومك عماتك عموم دراري عموم دراري. لا لا بالعكس، جوتي تقول لي بلي انا ولادي عام و 6 شهور او 8 شهور ما ديباسوش التحمل. انا ماشي عائلي. ما عندكش اسئله اخرى دكتوره؟ سي بون. سيدتي بنتي الصغيره، بنتي الكبيره نحت لاكوش، نحتها ماشي انا نحيتها، لا هي اللي نحتها ما شاء الله. عام و 8 شهور نحتها ورماتها. ابقيت تبعي في البرنامج وفي محطتنا، راح تلقاي كل الاجابات ان شاء الله يا رب. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك. سلام. كيفاش نقدروا نعرفوا اذا كان حقا فيه تاريخ ولا لا؟ لانه فيه للاسف كما قلتي بعض العائلات يحشموا يخجلوا. بصح لا لا ما يصرحوش. شوف عند الطبيب، انا شوف لما اسال هذا السؤال، وعندي طفل جابوه لي على جال هذا المشكل، انا هذا السؤال نروح للام نسالها بينها وبيني، ما نسالهاش قدام الطفل. اوكي. خاطر ممكن باغ بيدور ما تحبش تهضر على باباه. فهمتني؟ تقدر لوليدها ما تقولوش. باسكو يقول لك الهيبه تاع باباه، نقول انا بلي باباه بال حتى لحد 14 سنه. انا ما نسالش امام الطفل، اسال وهذا يقعد السر المهني يعني مش راح لا يذكر. صح. بصح نسال الام بيني وبينها. هي ممكن هي زوجها ماهيش حكيت له. دونك حتى كي يكون الاب والام ما نسالهمش كيف. يعني ما لازمش تضيع لك ادق تفاصيل. لا لا بيان سور، ولازم يكونوا هما مرتاحين باش يحكيوا لك. ايه ممكن هو باغ اكزومبل الام تقول لك خاوتي. بصح كيف خوال وليدها ما تحبش تقول له، ممكن باش بالك هو في الدار ما يحكيش لمانو. نجيق فيها يعني تحفظات نخبو. نسأل الام بيني وبينها، راح تقول لي هذه دوك المراه باسكو لي انونيم ما مدتناش اسمها على بها سالتها. بصح كون كانت قالت انا فلانه ما نسالهاش باش ما تحرجيهاش. فوالا دونك كيما هذه سالت هذاك سؤال برك. بصح هي هذا وليدها قالت لك حبس لي اكثر من 6 شهور وعاود ولا، هذه رانا في لينيوريزي سكوندير ماشي بريمير، يعني ماشي تاع العائله. خلاص رانا في سكوندير، حنا قلنا في سكوندير نتاكدوا بلي ما كاش مرض عضوي، مي هو هذا تالمون الوقت طويل يعني تحكي لنا على وقته ودوك وليدها يقرا.
دونك ماهيش مشكلة انفيكسيون اورينا خاطر كنا بانت عليه، ماهيش مشكل سكر كانوا بان عليه، ماهوش مشكل تاع لو غان باسكو كيف كيف بالوقت كانوا بان عليه. دونك هنا رانا في المشكل النفسي. هي عرفت السبب بيان سيغ، قالت لك اول ما زادت في هنا دركا بيان سيغ، هنا دركا هاو كي صرات له تمت، كي صرات له تمتم، هي حاجة جديدة معناتها كي نروح عند الطبيب ويأكد لي بلي ماهيش مشكل عضوي خلاص رانا في مشكل نفسي، اون لو برون اون شارج توت سويت، مازال ما أثرش عليه هذاك المشكل خلاص، يعني كيلكو سيونس تاع بسيكوثيرابي وحنا فريناها والولد يولي لاباس عليه، باسكو اللاواعي قلنا اللي راهو يهدر، صافي هذاك اللاواعي لازم نحولوا هذوك المشاكل كامل، يولي لاباس عليه، دوكا هو مع مرور الوقت يولي أصعب الموضوع، شي معناتها يعني الحل فاسيل بصح يولي أصعب، على جال، أو كان مشكل مدفون، طفل دركا عبر عليه بالتبول، صح راح يجي نهار وراح يبطل. بالك 14 سنة 15 سنة ولا يبطل، بصح المشكل باقي في اللاوعي تاعو، دونك بطل ما يبولش، بصح راح يفا لو مانيفيستي اوترومون، راح يولو عنده تصرفات واحدة أخرى اللي راح ينفس على اللاوعي تاعو. دونك أنا هي المقصود تاعي ماشي أنه يتنحى يتهنى من البول برك، البول نعطوها المشكل السبب نعطولها وفيه أدوية وفيه يبرى، بصح المشكل هذاك اللي راهو راح يعبر عليه بأشياء أخرى، ممكن نوفر مدرسي اي، دونك هو محتاج انه يهدر، دونك ماشي مشكل بول برك.